لتوسيع إمكانيات وفرص إعادة إدماج المحبوسين عن طريق المرافقة والدعم اتفاقيات إطار بين وزارتي العدل والفلاحة والتنمية الريفية تحدد كيفيات تكوين وتشغيل اليد العاملة العقابية في الفلاحة والمساهمة في أشغال التشجير والغراسة الرعوية. للحديث حول الاتفاقية الأفاق والمضامين تحضر معي السيدة صالحة فرطاس مديرة السد الأخضر ومكافحة التصحر بالمديرية العامة للغابات. سيدة فرطاس صباح الخير، أهلا بك. صباح الخير وشكرا على الاستضافة. شكرا لك على تلبية الدعوة. إذن نبدأ الحديث من مضمون هذه الاتفاقية الموقعة قبل أيام بين وزارتي الفلاحة ووزارة العدل، استغلال الطاقات الكامنة لدى نزلاء المؤسسات العقابية في كل ما يتعلق بالخدمات الرعوية، خاصة مشروع السد الأخضر. نعم، لقد قام السد الوزراء بإمضاء هذه المعاهدة يوم 9 جوان. من أين جاءت هذه المعاهدة؟ يعني كيف تبلورت هذه الفكرة؟ التجربة بدأت مع الغابات، مع قطاع الغابات، أين استعملنا اليد العاملة العقابية أي المسجونين في عملية التشجير وفي المشاتل، يعني اشتغلوا معنا في المشاتل تاعنا. وبعد ذلك لما قمنا بتقييم هذا التبادل، هذه يعني التجربه التي اكتسبوها المحبوسين في هذا العمل وما سمح لهم ان يعني يندمجوا في الحياه الاجتماعيه، يعني طورنا الميادين، يعني زدنا ميادين اخرى، وهي مثلا زياده على يعني استعمالهم في الاشغال الغابيه، الان زدنا ميدان الفلاحه، يعني تكوينهم في مثلا في كيفية الزراعة، في أنواع الأشجار المثمرة. هناك عدة يعني سجون أين نجد المحبوسين ينتجون مواد غذائية في المزارع، مزارع السجون، خاصة السجون المتواجدة في الولايات التي فيها مساحات كبيرة. عندهم مشكل لتسويق هذه الأنواع، يعني الأنواع الغذائية، سواء كانت يعني خضر أو فواكه، أي يعني الفواكه الصغيرة يعني متواجدة مثل لافخيز. لذلك زدنا هذا الميدان علينا، سنتابعهم في التكوين، في تسويق هذه المواد الفلاحية ضمن يعني من خلال الغرف الفلاحية المتواجدة في هذه الولايات، تكوينهم في كيفية التشجير، في كيفية إقامة مشاتل، تكوينهم في مثلا في تربية الحيوانات، في تحويل مثلا المواد الغذائية، تحويل مثلا الحليب إلى أجبان. كل هذه الميادين سنرافق المسجونين في تكوينهم الأساسي، وأيضا في تسويق المواد التي نستخرجها من السجون، وأيضا نستعملهم في عملية التشجير. وزارة العدل عندهم يعني شروط لاستعمال هذه يد العاملة العقابية، أن يجب أن تكون عملية التشجير متواجدة في مساحات مفتوحة، وذلك يعني ما يساعد في مراقبة هذه المسجونين. واخترنا عدة ولايات التي نقوم يعني التي ننفذ فيها برامج التشجير لكي تكون هذه يد العاملة العقابية تستعمل، ليس تستعمل يعني بدون مقابل، تستعمل صحيح. هناك مقابل لهذه الأشغال. عندهم أظن أن وزارة العدل عندهم الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين، هم يعني هو هذا الديوان هو المسؤول لتنفيذ هذه المشاريع. والمقابل الأول هو اكتساب هذا المسجون لشهادة حتى في بعض الأحيان فيما يتعلق بهذه النشاطات سواء كانت فلاحية أو غيرها. نعم، هو أول شيء أنه يعني يحصل على يكتسب شهادة، يكتسب على تجربة، يكتسب على شهادة، يكتسب على مهنة صحيح. شريفة، وأيضا عنده مقابل مالي لهذه الأعمال، يعني لا نقوم باستغلال هذه يد العاملة العقابية، ولكن عندهم مقابل مالي لكل أعمال التي يقوم بها. وكما قلت لك أن الديوان الوطني هو الذي يقوم بتنفيذ بهذه المشاريع، وعندهم يعني مقابل مالي لكل هذه الأعمال. لذلك يكون السجين يعني يحس نفسه أنه عامل
بالفعل بكل بالاحتفاظ على كرامتهم. إذا العملية منظمة بإحكام بأخذ كل هذه الجوانب بعين الاعتبار، هل من نتائج فعلية ميدانية لهذه العملية؟ نعم، لو أخذت مثلا ولاية أدرار كما قلت لك في البداية بدأنا يعني باحتشام، كانت العملية تمس بعض الولايات فقط. لو أخذت تجربة ولاية أدرار، أين هناك كانت هناك معاهدة خاصة بين محافظة الغابات لولاية أدرار و يعني مديرية السجون المتواجدة في الولاية، فهناك عدة شبان اكتسبوا هذه المهنة، اكتسبوا كيفية الاشتغال في المشاتل، واكتسبوا مهنة كيفية التشجير، كيفية فتح هذه يعني كيفية استعمال كل هذه الطرق التقنية في التشجير. الآن هناك بعض هذا الشباب يعني الذين اكتملوا دراستهم في السجون تحصلوا على شهادة البكالوريا، يعني ذهب ميولهم إلى دراسة في الدراسات الجامعية إلى ميدان الغابات وميدان الفلاحة. طيب، نتحدث الآن عن مشروع السد الأخضر، هذا المشروع الذي بعث من جديد، إلى أين وصلت الأشغال، ثم ما أثر هذه الاتفاقية على تقدم الأشغال بالسد الأخضر خاصة فيما يتعلق بمكافحة التصحر، ونحن على ضوء إحياء اليوم العالمي للتصحر الخميس المقبل؟ نعم، كما نعرف كلنا فإن يوم 17 جوان هو اليوم الدولي لمكافحة التصحر. لماذا 17 جوان؟ لأن في 17 جوان لقد أمضيت المعاهدة الدولية لمكافحة التصحر في باريس، ولقد صادقت عليها الجزائر في جانفي 1996. هذه السنة يعني سنصل إلى 25 سنة بعد إمضاء على هذه المعاهدة، ووضعت عدة برامج لمكافحة التصحر في الجزائر، وكانت من بين البلدان السباقة في هذا الميدان. بدأنا بعدة مشاريع، ولكن المشروع الذي يعني كان له صدى إفريقي وصدى دولي عالمي هو السد الأخضر. في 2015 لقد حصلنا على نتائج دراسة وطنية قام بها مكتب الدراسات البنادق، قام بتقييم هذا المشروع، يعني أين نجح مشروع السد الأخضر، أين لم ينجح، لماذا لم ينجح، هل سبب هذه النتائج السلبية هو الجفاف أو الأمراض أو أصلا يد الإنسان، لأن هناك حرائق تتكرر، هناك يعني طرق الرعي الجائر في هذه المناطق. نعرف أن السد الأخضر متواجد في السهوب، أين نجد يعني لا نستطيع ان نقول يعني للراعي انك يعني يحبس يعني المواشي تاعو في البيت، عليهم يعني انهم يرعوا. لذلك هذه الدراسه اخرجت لنا خريطه طريق لاعاده تاهيل السد الاخضر، ويد العامله العقابيه ستكون اي المسجونين سيكون من بين المستفيدين من هذا المشروع. الان نحن حاليا في صدد، يعني هناك اصلا حاليا هناك برنامج نقوم بتنفيذه في هذه الولايات، من حيث المجمع الريفي الذي يقوم بتنفيذ البرنامج 2020-2023، وعندنا مشروع الذي اقترحناه للصندوق الدولي للتغيرات الجوية، الذي نحن في صدد يعني المناقشات مع هذا الصندوق للتحصل على تمويل دولي لتنفيذ هذا المشروع الذي سيمس 13 ولاية. حتى أن السد الأخضر لما قمنا بهذه الدراسة بين لنا أنه يمس حتى ولاية البسكرة المتواجدة في المنطقة الصحراوية، هو ممتد يعني على 13 ولاية. نعم، 13 ولاية، حتى يعني كما قلت لك حتى بسكرة المتواجدة في المنطقة يعني تعتبر منطقة صحراوية، هناك بوابة الصحراء، يعني بوابة الصحراء، هناك مكان يعني يجوز عليه يعني محور السد الأخضر. فخطت هذه الخطة، نحن أيضا في صدد المناقشة مع وزارة المالية للتحصل على هذا التمويل. وضعنا عدة ميكانيزمات لتنفيذ هذا المشروع. لماذا؟ لأن المشروع لا يقتصر على عملية التشجير التي تعتبر من مهام قطاع الغابات، هناك عدة أعمال أخرى مختلفة نحتاج إلى كل القطاعات. لذلك قامت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بوضع هيئة وزارية نجد فيها أكثر من 15 وزارة كل بمهامه، مثلا وزارة الموارد المائية، وزارة البيئة،
رسكلت مثلا النفايات، هذا يهم. لماذا؟ لان لما نحمي اي لحم التربه تكون سهله لإقام بعمليه التشجير وكل ذلك. هناك يعني وضعنا ايضا في لجنه علميه في المعهد الوطني للغابات، نحتاج الى الباحثين، نحتاج الى العلوم، هناك تقدم، هناك تغيرات، علينا اختيار الانواع التي تتاقلم مع الجفاف كما راينا هذه السنه. يعني للاسف هناك شح من الامطار، لم نسجل امطار كثيره هذه السنه، علينا الان ان نتاقلم مع هذا التغيرات الجويه، وذلك باختيار انواع تتاقلم مع الجفاف، خاصه اذا سواء كانت حراجيه او مثمره او حتى البذور وحتى كل الانواع التي نستعملها في الفلاحه، علينا ان نختار الانواع التي سوف تتاقلم مع نقص الامطار. ايضا وضع طرق لمثلا السدود، مثلا الابار التي تقوم بها وزاره الموارد المائيه لتوفير الماء، كل هذا يعني يدل على ان اعاده تاهيل السد الاخضر لا يمكن ان يكون من مسؤوليه قطاع الفلاحه لوحده، ولكن سوف يكون يعني مشروع مدمج من كل القطاعات. هناك ايضا حلقه مهمه من اجل انجاح هذا المشروع والاستمرار فيها، ألا وهي إشراك المواطن السكان المحليين في هذا المشروع الاستراتيجي والهام. نعم، والمواطن المجتمع المدني مهم جدا عندنا. الجمعيات. الجمعيات نجد الجمعيات في الهيئة، نجد ممثل الموالين في الهيئة. المواطن نحتاج إليه. لماذا؟ كما شرح الزميل الذي تكلم قبلي، أنه المواطن سنساعد المواطن في خلق مناصب الشغل خضراء. مثلا في الغابات الآن حاليا قطاع الغابات يقوم هناك فرص لهذه الأعمال. طيب، وصل معك الحديث سيدة فرطاس. كنا توقفنا في حديثنا عن ضرورة إشراك المواطن خاصة جمعيات المجتمع المدني في عملية حماية السد الأخضر، المشاركة في هذا المشروع وحماية الغابات. تفضلي لاستكمال الفكرة. نعم، شكرا. أولا أتمنى النجاح لكل أولادنا هما في صدد الامتحانات. نعم، كما قلت لك ان الجديد في السد الاخضر، يعني فكره اعاده تاهيل السد الاخضر، الجديد فيه ان علينا اشراك المواطن. لماذا؟ للاجابه لاحتياجات المواطن. يعني حتى الانواع التي سوف تغرس في هذه المناطق ستغرس انواع التي يحتاجها المواطن، خاصه الاشجار المثمره. هناك سنقوم بعده سنقترب من المواطن، هنا سكونابيلي فوكس جروب مع المواطنين لكي نعرف احتياجاتهم. حتى الشباب الجامعيين المتخرجين في هذا الميدان سنرافقهم في التكوينات، في كيفية إنشاء إنشاء المؤسسات المصغرة في كل ميادين، سواء كانت الأنواع الطبية، سواء كانت تربية الحيوانات، تحويل الأجبان، كل الأنواع المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية في هذه المناطق، في الرعي، في كيفية كيفية حماية هذه الغابات وكيفية الاستثمار منها. بالفعل. هناك أظن أن هناك كما يقول هو مشروع كبير ومدمج، نحتاج إلى كل وكيف يتم منح حق الاستغلال، خاصة فيما يتعلق بالأشجار المثمرة، فيما يتعلق بالمستثمرات، ذكرت صناعة الأجبان، حتى صناعة أيضا الصناعة المتعلقة بالنباتات العطرية. هناك الكثير من الأنواع النادرة التي تحتوي بها غابات الجزائر فقط، والتي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها من أجل التمكين من الاستثمار فيها واستغلالها اقتصاديا لتحقيق التنمية المستدامة بكل منطقة. نعم، السد الأخضر متواجد في منطقة فيها 18% غابات، والباقي أكثر هي فلاحية. هناك طريقتين للاستفادة من هذا الامتياز. هناك عقود الامتياز المتعلقة بالغابات، كيفية استغلال هذه المناطق. هناك شروط
شروط، هناك دفتر شروط، يعني أي شاب يهتم بهذه المشاريع هناك دفتر شروط الذي يتبعه ويمكن الحصول على هذا الامتياز. عليه التقرب من محافظات الغابات المتواجد للولاية المتواجد فيها. والطريقة الثانية هي امتياز يعني الحصول على قطع الأراضي الفلاحية، أيضا هي وزارة الفلاحة التي تهتم، وهناك شروط دفتر شروط آخر الذي يجيب إلى احتياجات الشباب. وأظن أن هناك عدة وكالات مثل التي ترافقه ماليا، سواء كانت البنوك، سواء كانت يعني كما لاناد، كما كاع الهياكل المتواجدة لمرافقة الشباب. أظن أن الشاب يحتاج فقط إلى قليل من الإرادة، فهناك أيضا مرافقة تقنية من إطارات يعني من تقنيين وزارة الفلاحة والغابات لمساعدة هؤلاء الشباب، لأن يشكلوا يعني مؤسستهم المصغرة لكل في ميدانه في تخصصه. نعم. طيب ماذا أيضا عن إعادة تأهيل الأراضي المتضررة والتربة أيضا المتضررة والمتدهورة بفعل التصحر من خلال أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030؟ نعم، الأهداف المستدامة من بينها عندنا الهدف المستدام رقم 15، وهو رقم 15 يعني متعلق بالحفاظ على الأراضي وعلى الحياة البرية، سواء كانت حيوانات، نباتات، إنسان، وكل مرتبط بالتربة، مرتبط بالتغيرات الجوية. كما نرى أن الإشارة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي. نعم، التنوع البيولوجي. وكما نعرف نحن في السنة الثانية التي نعيش فيها الكوفيد، ما تبين لنا أن الحفاظ على التنوع البيولوجي، الحفاظ على الحيوانات، الحفاظ على نظافة بيئتنا مهمة جدا للحفاظ على صحتنا. صحيح. وأثبتت كل الدراسات أن إعادة تأهيل التربة المتدهورة أغلى من حمايتها، يعني كما يقولوا سيوكلون فينانسيي، الحماية خير من العلاج، يعني الحماية تكون أرخص من العلاج. هناك مشاريع لإعادة تأهيل هذه الأراضي، فهناك مشاريع ناجحة جدا عندنا، مثلا شباب لهم شركات، مثلا كانت كثبان رملية في أماكن، لو أتكلم على مثال شاهدناه في ولاية المسيلة، فهناك شباب يعني أخذوا امتياز وقاموا بإعادة تأهيل هذه المناطق المتدهورة بسبب الزوابع الرملية والغبارية. يعني بإعادة تأهيل هذه التربة أصبحت عندهم مزرعة، ثم قاموا بتربية الحيوانات، بإنتاج الحليب، بإنتاج الأجبان، وأصبح مشروع مدمج. والنتيجة يعني هو صحيح أن يقوم بإنتاج الحليب والأجبان لما يساهم في الاقتصاد الوطني، ولكن لنا كمسؤولين على حماية التربة من التصحر تحصلنا على نتيجة إيجابية، أن المنطقة التي كانت متصحرة أصبحت يعني مزرعة مهمة جدا، سواء كانت إيكولوجيا أو اقتصاديا لهؤلاء الشباب. كلمة في الأخير من أجل التربية البيئية السليمة. بدأنا الحديث من المؤسسات العقابية، نشر هذه الثقافة البيئية في هذه الأوساط إلى جموع المواطنين والقطاعات أيضا، لأنها تهم الجميع، هو قطاع أفقي يتقاطع مع كل القطاعات. يعني باختصار تطورنا في يعني في هذه، لما نتابع البرامج المتواجدة في مثلا في ابتدائيات أو في التكميليات، ففي كل الكتب نجد التربية البيئية. يعني لما رأيت كتاب ابنتي نتكلم على التصحر، شيء لم نكن نتكلم فيه في المدارس، أصبحت التربية البيئية يعني محور هام وحلقة مهمة في الحفاظ على حياتنا البيئية. أشكرك جزيلا السيدة صالحة فرطاس، مديرة السد الأخضر ومكافحة التصحر بالمديرية العامة للغابات، شكرا جزيلا لك مجددا.